انا حابب ان المحامين تركز على مستقبل المحاماه. احنا بنبني نقابه جديده في مرحله جديده لابنائنا ولاحفادنا في المستقبل. اللي بنبنيه النهارده حصاده للاجيال المقبله، حصاده لابنائنا، ابنائنا الشبان، حصاده للوطن كله. احنا مش بنبني علشان خاطر الجيل الحالي، الجيل الحالي قد لا يصيبه نفعا مما نقرره الان، قد لا يصيبه، لكن ما نصبو له ان يعم النفع على الجميع في نقابه مهنيه صاحبه رساله ودور في المجتمع ودور في الوطن. انا افهم ان الناس تسالني هو ليه المحامين كانت رافضه الميزانيه؟ ليه؟ انا افهم الناس تسالني كده، تسالني ليه محامين رفضوا زياده المعاش؟ في ألف واحد، ألف حوالي 900 محامي حضروا الجمعية العمومية ورفضوا تصويتا كتابيا على زيادة المعاشات. أنا أفهم إنه سألوني ليه؟ إزاي الظاهرة دي حصلت؟ إزاي في ناس بتصوت ضد نفسها؟ إزاي في ناس بتصوت ضد مصالحها؟ إزاي في ناس بتصوت ضد مصالح الأغلبية الكاسحة من المحامين؟ أنا أفهم إنكم تقلقوا من هذه الظاهرة وتخافوا على مستقبل نقابتكم، وتخافوا على كل ما قمتم به من مشاريع مهنية ومن مشاريع اقتصادية. نقابة المحامين بتمر أعلى نمو اقتصادي في تاريخها، في تاريخها. النهارده مش الفائض بس اللي عندنا، احنا عندنا فائض وعندنا إنشاءات بره الفائض ذات قيم عالية اقتصاديا وغيره. عندنا موقف مالي غير مسبوق، ترشيد في الإنفاق غير مسبوق، توجيه أهم مواردنا لمصالح المحامين. اللي زعلان من أتعاب المحاماة ومن تحصيلها والمحامي اللي هيدفع، ما أنت بتدفع لصندوق الخضار، ما أنت بتدفع الرسم النسبي، ما ينفعش تتكلم على أتعاب المحاماة لأنها في صندوق معاشات المحامين. واللي هيقرب على صندوق معاشات المحامين هقطع ايده وهواجهه حتى لو كان محامي، هقول له لا، انت هنا بتضر نفسك، انت هنا بتضر مجتمعك المهني اللي انت منتمي اليه، انت بتضر مستقبلك، انت جاي تعبس النهارده في نصر تشريعي احنا حققناه. ده الناس مذهوله حتى الان، ازاي احنا حطينا النص ده في قانون المحاماه؟ ازاي؟ وازاي احنا نفذناه؟ النهارده يا اخوانا بيتنفذ في جميع المحاكم يوم بيوم وساعه بساعه. اللي بيتم تحصيله من اتعاب المحاماه بيدخل صندوق المعاشات فورا يوم بيوم، وبيجي لنا تقرير يوم بيوم بما يتم توريده ويتم حصاده. انت جاي النهارده عايز تلففني لفه ارتد بيها عن الانتصار اللي احنا عملناه؟ لا، مش هرجع. واحنا مصممين على ان يتم تحصيل اتعاب المحاماه بذات الطريقه المقرره الان. والمحامين لازم تفهم ان ده لمصلحتها، حتى لو كان فيها يعني في ظاهرها فيها ظلم او احساس بالظلم، ده كلام وهمي مش صحيح. احنا بنرفع الدعوه وبندفع رسم نسبي قبل ما نكسب القضيه، وبندفع صندوق القضاه قبل ما نكسب القضيه، ولما بنكسب قضيتنا بنرجع على الخصم ناخد اللي احنا عايزينه او ناخد اللي احنا دفعناه. لكن اشمعنى فقط بتتكلمني على اتعاب المحاماه؟ طب ما اتعاب المحاماه اقل بند في بنود الرسوم التي تدفع في الدعاوى المختلفه. لا عيب حد يتكلم في مصلحته ويتكلم ضد نفسه. ما ينفعش المحامي يترافع في القضيه غلط فيخسر قضيته. احنا كده عايزيننا نخسر قضيتنا؟ لا، مش هنخسرها. احنا فاهمين احنا عملنا ايه، وهنكمل المشوار وهنكمل المسيره.